نحب نشير الحاجه اللي المهرجانات باش لهم كل تبارك الله الامن موجود قاعدين يحميو في الناس صحيح دونك ابريتو فرصه باش يخدموا البوليسيه على رواحهم نيو الناس خلينا نيو الناس على الامن نيو فوا بوغ تو بربي خاطر الناس طمن قل لهم الامن مرتاح اي برا انا نقول لهم انا نقول لهم نايمنينيش انا نقول لك الوزير قاعد يطبل لنفسه لا انا لا نطبل لنفسي ولا نطبل للحكومه التطبيل انتهى أخطر من الكلام والكلام كلام وشارع غيام الكلام يا حبيبي جميل الفعل الحر الفعل نقولوا لزمن هذايا تويكا هو عصر رضا شمك وامثال رضا شمك هو ديما رضا شمك ملك كامل الازمان شمك موجود في كل عصر والفن الهابط كما قلت تقول انت يعني موجود في كل عصر اللي كيما رضا شمك ما ينجم يكون كان صامد وواقف وفنان وانسان في الاخر بالنسبه لي انا نجم نسميه سيد درويش تونس معناها خاطر الكل كله حقيقي والكل صادق والكل خارج منه مزيكته خارجه من 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 روحه رضا يعتبر من الفنان العضوي يعني مش الفنان التقليدي فهمتني ديما في الهامش بالرغم اللي يخلق في حاجات ونوتات موسيقيه يعني مختلفه من انت زرعت في نقل خطاك الدرب ورود نجوريه رينا رضا شمك مختلف رينا ايبانوي عمل جو كما نقولوا احنا بلغتنا شخط شخصين هاك لبسنا ابيض كي العروس زيد فرح بالحريه يعني رينا فنان حر اليوم بالحق حر يعني هذه نحب اغنية اعمالي نحب الاشعار اللي في وسطها بكيتني تعبتني ما مشيت عليها وجيت برشا بقايا في تونس انا تعب يعني نحب انا اغنيه تحسه سبونتاني الي لا ماهوش اللي يلزم لو بريستيج ودرشنيه وللناس في مع الفرقه منسجم مع الجو مع الثوره زاد راهو عندها دور كبير راكم شفتوه انتم معناها في الركح معناها مش عباره على شيف دوركستر بالمفهوم التقليدي البائت فهمتني الخشبي هك 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 يمشي على روحه شيف دوركستر في نفس الوقت هو الملحن عايش مع الموسيقى نتاعه ويحبها سرق السلطة بالدبابة ألقى القبض على الحرية على الحرية والأحرار احنا اليوم رينا عرض ممتاز ورينا اصوات ممتازه اسمها بن احمد مهدي العياشي روضه بن عبد الله وكل الاصوات ما غير ما باش نسمي الاصوات الكل تبارك الله عليهم اصوات رضا شمك سويته رضا شمك بك الانتربريتاسيون نتاعو وصلتنا في حينا ديكون قصيده معروفه وكذا وزاد عطاها هو من روحه ابهرني سورتو قصيده الديك لا حياتي كما نقرا فيها لو تصورت باش يوصل البشر يلحنها هو لحنها عنده عامل تالي بديك تصفق يا حنيسابة الأمور عجبك العرض أنت ما عجبكش العرض
شو يبني يروح عير هذا اعطيني انتوما. عرض ممتاز فيه برشا بحث موسيقي واضح معمق. رضا شمك قيمته الفنية معروفة وإحنا جينا على خطر قيمته الفنية. عرض ممتاز وخاصة والأهم من هذا الكل اللي هو معناه قطع مع المنظومة القديمة متاع الموسيقى اللي مش في بالهم الناس اللي فما مدرسة واحدة تاع موسيقى فما عدة مدارس. جو خرق العادة غادي بالخرق العادة معناتها يعطيها صحة الثورة اللي خلتنا نراو عرض كما هذا. أول ما نحس روحي يعنيني معناها الفنان بكله بكليله بفرقته بالمهرجين بالأورغانيزاسيون حتى بالمكان مع أنه برد وما هو ما كانش مهرجان كارتاج أما كان كنت حسيت روحي أني أنا في مهرجاني. هنية تحس فما شوية كارتاج مش كما البلبيزة اللي سارة في حق الويد. بعرض إرادة الحياة هل حقق اليوم إرادته الموسيقية إرادته الإبداعية الكاملة؟ طبعا فما ديما نقاش دي عرض اول ما نادي عرض مازلنا كي عرضناه يعني اكيد معنا ذيك الوقت هذايا لكن جندت الناس كل الواقع نحلم باكثر عدد ممكن من الموسيقيين باش يكون اكبر العدد. تو باش نموت مريض انا تو سانام على الاقل ثلاث ايام ولا ثلاث ليالي ثم باش نعمل حفلات اخرى. كي رجعت فلوسك ولا صرفت برشا؟ ما نعرفش ما نعرفش تو بعدش نشوف الفلوس كان فقط فقط كان فقط شك كل عاده وكا مش مشكله معناتها. يقول اذا ما كنت زين زويلي فنان زويلي زويلي ما انا ما زويلي يعني طبعا ما انا استاذ يعني اسمه باش تصور ما تتخيل ما انا استاذ يعني كيفاش باش يعيش يعني هذه ما انا فرحان اني كنت كيكا وكا باهي يعني شو يطلب بعد تكون ثري وفنان ياسر على الله.